السلام عليكم متابعينا الكرام، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وامسيه طيبه، نتمنى ان شاء الله كذلك نهاركم يدوز بخير، ونتمنى ان شاء الله كذلك يحمي جميع المسلمين من هذا الفيروس. هذا الصباح كانوا داولوا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر متعلق بكريستيانو رونالدو، وحيت هذا الخبر انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان ناري في الهشيم، ولقى واحد الاستحسان من طرف محبي كريستيانو رونالدو، وغير ذلك ان كريستيانو رونالدو في كل عمل انساني تلقاه موجود وكيتبرع بالمال ديالو الخاص، الا ان هذه المره رونالدو سخر الفنادق ديالو اللي كتحمل العلامه التجاريه سي ار 7، يعني باش انها يعني تستقبل المرضى اللي مرض فيروس كورونا. أكد النجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا اهتمامه البالغ بالمجتمع وخدمة الناس، حيث قرر اللاعب الأسطورة تحويل سلسلة الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات للمساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. قرر رونالدو تحويل الفنادق التي تحمل علامته التجارية سي ار 7 إلى مستشفيات لعلاج المرضى المصابين بهذا الفيروس مجانا. كما قرر رونالدو أن يدفع رواتب الأطباء والعاملين بهذه المستشفيات من ماله الخاص. وكان رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي بعث برسالة أمس الأول الجمعة إلى جميع المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، مطالبا إياهم بضرورة الانتباه والالتزام بالتعليمات الصحية للخروج من هذه الأزمة التي يواجهها العالم. وذكر رونالدو على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي: العالم يمر بفترة صعبة للغاية تتطلب أقصى عناية وانتباه منا جميعا. ولم يوجه رونالدو الرسالة كلاعب كرة القدم، وإنما كشخص تابع كثب آخر التطورات التي أثرت في العالم كله. وقال رونالدو: حماية الأرواح البشرية يجب أن تكون أهم من كل المصالح الأخرى. ينتمي نادي يوفنتوس الذي يلعب له رونالدو حاليا لواحدة من أكثر المناطق تأثرا بفيروس كورونا، حيث تنتشر الإصابات بالفيروس بشكل كبير. وقال رونالدو: من المهم أن نتبع جميع النصائح وتعليمات منظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية للتعامل مع الوضع الحالي. وكان رونالدو سافر إلى إقليم ماديرا البرتغالي يوم الاثنين الماضي، وسيظل هناك مع عائلته وصديقته جورجينا رودريغيز وأطفاله الأربعة لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا في إيطاليا. الصراحة يعني رونالدو كان ساهم بكسميتو بالمال ديالو الخاص باش يخلص هذوك الأطباء اللي غادي يخدموا في الفنادق اللي كذلك سخرها باش تستقبل المرضى اللي تصابوا بفيروس كورونا. إلا عجبك الخبر بارطاج هذا الخبر مع الأصدقاء ديالك مع العائلة ديالك. تحياتي لكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.